السلام عليكم اخواتي صحباتي عائله. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد البسكوي او لا هي كنوع من الحلويات الإسبانية الاصل طريقه اسبانيه 100% اللي تعلمتها من واحد السيده اسبانيه الله يذكرها بالخير. غادي ندير معكم نقول لكم المقادير. اول حاجه انا الطحين يعني تبقى على حساب الخليط. انا عندي هنا كيلو حطيت وغنشوف على حساب الخليط. عندي بالنسبه للتزيين سكر كلاسي كيف ما كتشوفوا. عندي بيكنج باودر اللي هي خماره ديال الحلوه منها معلقه. عندي فاني وعندي قشره ديال البرتقال مبروشه. عندي كاس زيت الزيتون ماشي الزيت العادي. كاس سكر كاس البيض وعندي هنا حبه حلاوه. انا صراحه كنقولها النافع ولكن صححوا لي قالوا لي ان هذه هي هي النافع لا هي حبه حلاوه. انا كنقول النافع صراحه ما نعرف. وعندي قشور البرتقال. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها اول حاجه حطيت زيت على البوطه. غادي نحط فيه قشور البرتقال. صدقوني ان هاد يعني هاد هي تقريبا من نوع من الحلويات ما هما يديروها في راس السنه. معروف في اسبانيا الروسكوس يديروهم في راس العام. انا كنقول راس العام واخا هي غادي يكون يعني مقلي ولكن تيقوني بان اي حد غادي ياكل هاد الروسكوس مستحيل ان يطيق انهم مقليين حسب ما تيشربوش الزيت. في نفس الوقت تيكونوا هشاشين ورطب يعني ماشي شي حاجه لا شافوا من واحد يقول لكم صابون في الفران. وبزاف اللي جربوهم ما تيقوش بانني كنقليهم. تبعوا معايا وغادي تشوفوا الطريقه كامله. اول حاجه الزيت حطيت قشور ديال البرتقال. من غادي يبداو يتحمروا غادي نحيدوهم. اللحظه اللي غادي نبغيو نطفيو البوطه كنحطو داك النافع اللي هو هذا. انا قلت لكم معرفش كل واحد شنو تيسميه. انا كنقول نافع الصراحه اللي ماشي خضر حبيبات صغار هو اليانسون. نسيت نقولها باللغه العربيه الفصحى اليانسون. غادي نحطو النافع ديالنا. حيدنا دوك الوراق هذوك القشور من الوراق. ينسون هذي حطها لها غزالة 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 صافي كتشوف يلا خدا اللون. غنطفي البوطة نخليها يبرد عاد نبداو العجينة ديالنا. غي سمحوا لي على هاد الصوت لحساب ملي كنت كنصاوب كان صوتي في شكل دابا ولا صوتي في شكل ملي كندير المونتاج. المهم ما علينا. حطيت سكر وداك الكاس ديال البيض فاني. حطيت قشور ديال البرتقال كيف ما كتشوفوا. غادي نضربهم انا تيعجبني غير بيدي باش كنعرف قياسي من بعد ديال الطحين. كنحرك بيدي اللي بغى طبعا يدير درب اليد يديرو ما بغاش كل واحد يخدم على الراحة ديالو. خدمت بيدي البيض ما حتى صافي البيض يعني تخلط مع السكر مبقاش يعني كنحس ان البيض بوحدو والسكر بوحدو. من بعد غادي نزيد داك الزيت اللي برد تماما باش ما تيقطعليش البيض. خليته تقريبا واحد ساعة مشيت قضيت شغلي وليت عاد رجعت. كاين الريحة ديال حبة حلاوة اللي فيه غزالة غزالة. غادي نزيد خماره اللي ما عندوش. حنا عندنا اللي متوفره صراحه في الخليج ديال الطاس. اللي ما عندوش يعني يقدر يدير معلقه يدير جوج ساشيات ديال اللي في المغرب عندنا خماره حمراء. كنحركو هكاك مزيان بيدينا. زدت هذيك المعلقه ديال الخماره وغادي نزيد نخلط عاوتاني بيدي
ونزيد الطحين تدريجيا، وانا كنشوف العبر كيف ما كنقولوا عيني ميزاني. الصوت ديالي هيطلع هيطلع واعر. كنبقى نزيد الطحين وانا كنشوف الجهد اللي ما عطيتش لتقلي العجينه في يدي وما تكونش قاصحه في نفس الوقت. صافي بدات كتجمع ليا وما كتلصقش في يعني في الاناء اللي كنصاوب فيه. صافي يعني صافي هذا هو الجهد، ما خصهاش تكون لي جاريه في نفس الوقت، ما خصهاش تكون قاصحه باش ملي كنقليو كتفتح يعني شويه ما كتجيش مدقسه من الداخل. راه الا ما جربتوهاش غادي تندموا الصراحه. راه نقول لكم يعني تحدى شي وحده تصاوب هاد نفس الطريقه تحطها لعائلتها ويقولوا لها هاد يعني هاد الحلوه باقيه في الزيت. دابا غادي نغطيها بسلوفان ونخليها تقريبا شي ساعه هكاك عاد مشيت بديت نقليها. غطيتها هنا بالسلوفان وخليتها على جنب. جبت صينيات دهنتهم بالزيت، بديت كنشكل بيدي هكا طوال وكنجمعهم. ماشي كاين، انا شفت واحد الطريقه كيديروها بزاف ان تيديروها بالدلاك ويقطعوها دائريه، ما عجبتنيش الصراحه على حسب انا يعني علمتها لي مراس اسبانيا ماشي عربية اللي علمتها لي. نفس الطريقة اللي تيديروها هما الأصلية، ما فيها لا عصير برتقال ولا والو، نفس الطريقة هي هذه. كنبرموا العجينة في يدينا، كنشدوها من الجناب، كنحكموا غير السدان ديالها باش ما كتفتحش في الزيت. كيف ما كتشوفوا العجينة ديالي كامل شكلتها على نفس الشكل وحطيتها في الصينيات. عاد بديت كنقلي على حسب الى كنتو جوج ديال الاشخاص تقدروا تعاونوا حتى لا تصاوبوا في نفس الوقت وتقليوها. انا الصراحه بوحدي فكنضطر بانني نصاوب كل شيء في الصينيه، تبقى لي غير القلي وصافي. فحطيتها كامله طبعا صينيه مدهونه بالزيت باش ما تلصقش. من بعد من ساليت العجينه ديالي بديت كنقلي والزيت طبعا خليته تيسخن. هنا كنقلبوها
نشم الريحة ديال البرتقال مع حبة حلاوة. غزالة 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 كتحمق. من فوق كنشوفو بدا تطحن، هاد الفقاعات غادي البيض يعني عادي، وما كاينش ريحة أبدا تسوية البيض. غتبدا تاخد من اللون أكثر من دهبي شوية، يعجبني يكونو محمرين باش يكونو طايبين من الداخل. صافي كنحيدو، من كيبردو عاد كندوزو لسكر كلاصي. لي مبغاش سكر كلاصي عادي يعني قدمهم بلا سكر كلاصي، المهم يكونو باردين. كنو تسقطرو نزيد مزيان، كنديرو بابيل وصافي كنحطوهم عادي في طبصيل ولا في أي حاجة. بقاو معايا هاديك الساعة تشوفو الشكل النهائي. انا كيف ما كتشوفوا ساليت كل شيء حتى بردو باش ما ندير السكر كلاصي ما يذوبش فيهم. كندير غير الوجه اللي مفتوح، يعني كتلقاي شويه بحال اللي كانت منفوخه مع الخميره، هذاك الوجه اللي كندير في السكر كلاصي. كنستفهم في التبصيل او لا في اي حاجه يعني اللي نقدم فيه. وهذا الشكل النهائي ديال الروسكوس ديالنا. صدقوني راه جات رائعه 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 يعني بكل امانه. ما كملوش يومين وتسالوا، شوفي كيف شوفوا كيفاش من الداخل انهم طايبين هشاشين في نفس الوقت، ما فيهمش الزيت نهائيا. ويعني واي حد تيقول يعني اي حد ياكلهم مستحيل لا يشك هذو كانوا مقليين في الزيت. كنتمنى تجربوهم لان وصفه غزاله غزاله الصراحه اللي كتحمر الوجه. وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والدعم ديالكم. شكرا على المشاهده، ودائما ممتنه لكم ومساندتكم. سمحوا لي لا تصوت رانا مريضه خصكم. ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. نتمنى تكونوا بصحه وسلامه يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحقق ليه. مع السلامة.